عاش 135 سنة وعد عليه 3 قرون عبد الرحيم المسلوب شيخ أزهري وبيغني لما بدأ يتثنى. الشيخ الأزهري اللي عاش الموسيقى 135 سنة من عمره، رائد الحركة الفنية في الصعيد، كان مؤمن بالفن المصري وقدرة مصر على صناعة حالة فنية خاصة بيها، علشان كده تعرف انه صاحب النهضة الفنية في عصره. الشيخ المسلوب من مواليد إنا سنة 1793، عاش في أسرة متدينة، كان زيه زي ولاد قريته، بيروح الكتاب ويحفظ القرآن، وتسمى باسم عبد الرحيم بسبب حب والده للشيخ عبد الرحيم الإناوي. بدأ دراسته بحفظ القرآن في قريته، وبعدها توجه للقاهرة ودرس في الأزهر، وبقى شيخ معروف بأنه شيخ صاحب شخصية مرحة. ومن بعدها بدأ حياته العملية وفتح محل لبيع السمك، لكن شغفه بالموسيقى غلب عليه وقرر يسيبه من تجارة السمك ويتفرغ لدراسة الموسيقى. ومن وقتها بدأ مشواره الفني، وعرف قد إيه الأغنية المصرية متأثرة بالأغاني التركية واليونانية في الوقت ده، لكنه كان شايف الأغنية المصرية فريدة من نوعها ولازم تحافظ على هويتها. وعشان يحافظ على الأغنية المصرية بطبعها الخاص، قرر إنه يتجه للأغاني العادية بجانب الإنشاد الديني، وطبعا كان له دور في ابتكار نوع جديد من الغنى زي فنون الدور والموشح والأغنية الخفيفة. صنع المسلوب أغاني فريدة، واللي من كتر ما الناس تداولتها وغنتها ضاعت حقوق الفكرية والإبداعية ليها، زي أغنية لما بدأ يتثنى اللي كان مفكرها الناس من تراث الموشحات الأندلسية، وكمان من أدواره المعروفة واللي غناها العفو يا سيدي الملاح البدر لاح في السماء. عاش حوالي 135 سنة ومر عليه 3 قرون، ال 18 وال 19 وال 20، يعني اتولد مع بداية الحملة الفرنسية على مصر وعاش لحد ثورة 19 مع ولادة سيد درويش. كان المسلوب في سن 90، لكن وفاته كانت بعد وفاة سيد درويش بسنين. قلنا بقى تعرف ايه عن المسلوب قبل كده، وتابعنا في نجوم الفن عشان تعرف كل جديد.